بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات المصرف. النهارده هنتكلم على نتيجه اذون خزانه او عائد اذون خزانه في الطرح الاول في يونيو 2023، ونشوف المدد المختلفه وصل العائد عليها لحد كام. في نفس الوقت الاسبوع ده كان في طرح الاذون خزانه بالدولار الامريكي لاكثر من 500 مليون دولار، هنعرف برضو نتيجه العائد عليهم وصلت لحد فين. بس قبل ما نتكلم في كل التفاصيل دي، خلينا اقول لكم على راي حلقه النهارده، وهي شركه كونزلميد. عن طريق موقع وتطبيق كونزلميد الطبي تقدر تتواصل بكل سهوله من اي دوله في العالم بنخبه من اكفأ اطباء اوروبا وامريكا في مختلف التخصصات من خلال الابلكيشن، وكمان لو في دواء ناقص في بلدك كونزلميد بيوصله لك لحد باب بيتك في اي دوله بكل سهوله. ده غير برامج السياحه العلاجيه اللي بتوفر لحضرتك افضل الاسعار واكفأ الاطباء في جميع التخصصات، ده غير ان بيبقى في طبيب مرافق مع حضرتك طول رحله العلاج، بتوفر لحضرتك رحلات علاجيه في مصر وتركيا واوروبا وامريكا واي دوله حضرتك عايز تروحها. الرابط بتاعهم في صندوق الوصف. نبتدي بقى نتكلم في التفاصيل، وسريعا زي ما تعودنا مع بعض بنعمل شرح الاذون الخزانه علشان اللي ما حضرش الحلقات قبل كده، وفي نفس الوقت بحاول اجاوب على استفسارات حضراتكم من خلال الشرح ده. سريعا كده، اذون الخزانه هي عباره عن اداه من ادوات الدين الحكومي، يعني وزاره الماليه لما بتكون محتاجه فلوس عشان تسد عجز الموازنه بتعمل طرح الاذون الخزانه بالمبالغ اللي محتاجاها على حسب المدد المحدده. اللي بيعمل عمليه الطرح ده بالنيابه عنها هو البنك المركزي في يومين محددين في الاسبوع، يوم الخميس بالنسبة لمدة 182 يوم و364 يوم اللي هي الست شهور والسنة، ويوم الأحد بالنسبة لمدة 91 يوم وال273 يوم اللي هي الثلاث شهور والتسع شهور. حضرتك بتروح في أي يوم قبل الساعة 10 صباحا من اليومين دول حسب المدة اللي انت عايز تستثمرها، وبتقدم العطاء بتاع حضرتك أو طلب الشراء. في بعض البنوك بتسمح أن حضرتك بتقدم العطاء في خلال أيام الأسبوع العادية، مش لازم اليومين دول بس، بس حضرتك اتأكد أن الطلب مكتوب عليه سوق أولي مش سوق ثانوي. الحد الادنى لشراء اذون خزانه هو 25000 جنيه ومضاعفاتها، يعني 25 50 75 100 وهكذا. العائد على اذون الخزانه بيصرف بالخصم مقدما، يعني كمثال لو حضرتك عملت اذون خزانه ب 25000 جنيه هتلاقي مثلا حوالي 23500 اتخصموا من حساب حضرتك، وفضل 1500 ده العائد. في ناس كتير بتقول لك لا انا كده معدل العائد اللي جالي غلط، مش زي ما هو معلن من البنك المركزي. ده علشان حضرتك بتقسم العائد على اجمالي قيمه اذن الخزانه. لا، حضرتك اقسم العائد اللي جالك على المبلغ المخصوم فعليا من الحساب، يعني في الحاله المثال اللي احنا اتكلمنا عنه اقسم ال 1500 جنيه على ال 23500 مش على ال 25000، هتلاقي معدل العائد اللي جال حضرتك مظبوط زي ما هو معلن من البنك المركزي. نظام العطاءات بيمشي ازاي؟ انا وحضرتك وغيرنا من الناس كل واحد بيقدم العطاء بتاعه بدون الخزانه على حسب المده اللي عايز يستثمرها ومعدل العائد اللي عايز يحصل عليه. بيبتدي البنك المركزي يشوف من اقل معدل عائد تم تقديمه، ويفضل يعلى تدريجيا لحد ما يوصل لحاجه من الاثنين، ان هو يكون وصل للمبلغ اللي هو عايزه او المبلغ المطلوب، او ان هو يكون وصل لحد معدل العائد اللي ما ينفعش يدي اكتر منه. فبناء على كده حضرتك اكتب متوسط سعر العائد في العطاء او الطلب بتاع حضرتك علشان تبقى ضامن ان يجي لك معدل عائد جيد، وفي نفس الوقت ان العطاء بتاع حضرتك يتم قبوله. اللي بيقدر يعمل عمليه الحسابات والدراسات على معدل العائد بيبقى البنوك والمؤسسات الماليه، بيبقى صعب جدا ان في افراد تقدر تعمل الموضوع ده، عشان كده الاضمن ان حضرتك تكتب متوسط سعر العائد. في بعض البنوك بيبقى الطلب بتاعك جاهز مكتوب فيه جمله متوسط سعر العائد، فحضرتك بس اتاكد انها مكتوبه في الطلب ومن ما فيش اي مشاكل. العائد على اذون الخزانه بيبقى عليه ضريبه 20% بتحسب على العائد وبتخصم من المبلغ اخر المده، يعني في المثال اللي احنا اتكلمنا عنه لو قلنا ان العائد 1500 جنيه بيتحسب عليه ضريبه 20%، يعني في الحاله دي هيبقى حوالي 300 جنيه، يبقى حضرتك اخر المده هتستلم 24700 مش 25000. في بعض البنوك بتحسب مصاريف على اذون الخزانه او عمولات، وفي بعض البنوك ما بتحسبش اي مصاريف، فحضرتك لازم ترجع للبنك بتاعك عشان تعرف اذا كان في اي مصاريف مطبقه على اذون الخزانه او لا. قبل كده ما كانش في اي اجراءات بيتم اتخاذها غير ان حضرتك بتروح بتقدم الطلب. بعد فتره لما حصل تغيير في الاجراءات، لان لازم حضرتك بتستخرج حاجه اسمها كود الموحد او الكود البورصه، البنك بيساعد حضرتك في النقطه دي وبيستخرجه لحضرتك. مثال على ده البنك الاهلي المصري بياخد 30 جنيه عموله او المصاريف بتاعه اصدار كود الموحد، وبياخد ما بين 3 و5 ايام عمل علشان يتم اصدار الكود. وفي بعض البنوك ما بتقدرش ان هي تعمل ده، فحضرتك بتتوجه لشركه مصر المقاصه او لشركه تداول تقدر تستخرج من خلالها الكود الموحد. ده كده ببساطه ايه هي اذون الخزانه او السوق الاولي في اذون الخزانه. طيب نيجي نتكلم على السوق الثانوي. السوق الثانوي بيبقى عباره عن ان البنك اشترى اذون خزانه مع حضرتك في السوق الاولي وبيحتفظ بيها. لو حضرتك رحت له في اي يوم مختلف عن الايام الخاصه بالسوق الاولي ممكن يبيع لحضرتك من الاذون اللي هو اشتراها، فبالتالي المده بتاعتها بتبقى اقل والعائد عليها بيبقى اقل لسببين، لان بيبقى زي ما اتفقنا كده في مده انقضت من اذن الخزانه
وفي نفس الوقت بيبقى فيه هامش ربح للبنك. الحاجة التانية اللي بتحصل في السوق الثانوي هو ان حضرتك تعمل عملية استرداد او كسر او بمعنى اضخ بيع لأدون الخزانة مرة اخرى، بيبقى بناء على العائد اللي البنك هيعرضه على حضرتك من السوق الثانوي. لو العائد اعلى من اللي حضرتك اشتريت بيه اذن الخزانة، كده هيبقى فيه خسارة من الاسترداد وعلى حسب المدة اللي انقضت. وفي نفس الوقت لو هو اقل برضو هيبقى فيه كده مكسب من اذن الخزانة. ده كده باختصار ايه هو السوق الثانوي. زي ما تعودنا بسيب لحضراتكم حلقة في صندوق الوصف فيها شرح كامل لأدون الخزانة بطريقة الحساب بالمعادلات الكاملة بتاعتها، عشان حضرتك لو حابب تعرف تفاصيل أكتر عن طريقة الحساب. في نفس الوقت في رابط لشيت إكسل، مجرد أن حضرتك هتدخل المبلغ، المدة، معدل الفايدة، بيحسب لحضرتك كل حاجة، سواء المبلغ المخصوم فعليا من الحساب أو العائد والضريبة والمبلغ المسترد آخر المدة. نبتدي بقى نتكلم على نتيجة الطرح الأول في يونيو 2023 بالنسبة لأدون الخزانة اللي بالجنيه المصري، ونشوف العائد على المدد المختلفة. وأول مدة زي ما تعودنا هي مدة 91 يوم أو الثلاث شهور، والحد الأدنى للعائد كان 19.998%، والحد الأقصى كان 23.102%، ومتوسط سعر العائد 23.047%، والصافي التقريبي بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود 18.43%. بالنسبة لمدة 182 يوم أو الست شهور، فالحد الأدنى للعائد كان 16.001%، والحد الأقصى كان 23.99%، ومتوسط سعر العائد 23.939%، والصافي التقريبي بعد خصم الضريبة المتوسط العائد في حدود 19.15%. أما مدة 273 يوم أو التسع شهور، فالحد الأدنى للعائد كان 22.501%، الحد الأقصى كان 23.85%، ومتوسط سعر العائد 23.83%، والصافي التقريبي بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود 19.06%. أما آخر مدة في أدون الخزانة اللي بالجنيه المصري اللي هي 364 يوم أو السنة، والحد الأدنى للعائد سجل 22%، والحد الأقصى سجل 23.978%، ومتوسط سعر العائد 23.882%، والصافي التقريبي بعد خصم الضريبة هيكون في حدود 19.10%. نيجي بقى نتكلم على نتيجة طرح أدون الخزانة بالدولار الأمريكي، والبنك المركزي المرة دي كان طارح 540 مليون دولار لمدة 364 يوم. الحد الأدنى للعائد كان 5.147%، والحد الأقصى كان 5.149%، متوسط سعر العائد سجل 5.149%، الصافي التقريبي بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود 4.11%. ده كده كان نتيجة طرح أدون الخزانة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي في الأسبوع الأول من يونيو 2023. منتظر في تعليقات حضراتكم تقولوا لي ايه هي المدة اللي انتوا عايزين نحسب عليها مثال عملي للحلقة القادمة ان شاء الله الأسبوع القادم بالنسبة لأدون الخزانة. ودي كانت حلقة النهاردة من المصرفي، يا رب اكون قدرت افيدكم بالموضوع ده، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تجيلكم اشعارات الحلقات الجديدة، ولو الحلقة عجبتك دوسوا لايك واعملوا شير عشان الناس تقدر تستفيد، ولو ما عجبتكش دوس ديسلايك وقول لي ايه السبب في التعليقات، يهمني ان انا اعرف رأي حضرتك. واشوفكم على خير، محمد رجب.